سبعة منتجات ستكون متاحة في عام 2020 ويرغب الجميع في اقتنائها. مرحبا أصدقائي في فيديو جديد. أصبحنا في عام 2020 وها نحن في أوائل العام والجميع ينتظر بعض الأغراض التي تم الإعلان إنها ستكون موجودة في المحلات التجارية للشراء من قبل الناس. واليوم سنعرض أكثر سبعة منتجات ينتظرها الجميع خلال هذا العام، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. ربما تريد شيئا لكن لا تستطيع الحصول عليه. وعلى كل الأحوال اكتب لنا في التعليقات الأغراض التي تنوي الحصول عليها خلال هذا العام من قائمتنا اليوم، ولا تنسى أيضا أن تشترك في القناة. تلفزيون سامسونج 292 بوصة. هل تريد الحصول على شاشة تلفزيون بحجم 292 بوصة في غرفة معيشتك؟ أعتقد أنها ستكون واضحة للغاية لمتابعة كل ما تريد. أطلقت شركة سامسونج إعلانا أنه خلال عام 2020 سوف يتم طرح شاشة بحجم 292 بوصة. وصلت شركة سامسونج تكنولوجيا ميكروليد، وهي التي من شأنها أن تجعل الشاشة الكبيرة مكونة من وحدات صغيرة مستقلة يتم تجميعها بالحجم المطلوب. ولكن الأمر الشيق أن كل واحدة من الممكن أن تكون شاشة مستقلة تعرض كل التفاصيل ولكن على حجمها. وتعتبر تكنولوجيا الميكروليد هي مستقبل التلفزيونات في الأعوام القادمة. لم يتم تحديد السعر حتى الآن لهذه الشاشة، ولكن من المؤكد أنها ستكون باهظة الثمن، ولم يتم تحديد التاريخ بالتدقيق لإطلاق هذا المنتج في الأسواق. سماعة الأذن السطحية. أعلنت شركة مايكروسوفت عن أنه خلال ربيع عام 2020 سوف تقوم بإطلاق سماعات الأذن السطحية اللاسلكية، والتي ستجعل الحياة أسهل لكثير من الأشخاص. فيمكنك وضعها في الأذن طوال اليوم لأنها مريحة، ومن خلالها يمكن استقبال المكالمات بالضغط عليها مرتين، أو الاستماع إلى الموسيقى أو رفض المكالمات، وأيضا استخدام الحقيبة الكامنة. مايكروسوفت أوفيكس 365 من أجل إنهاء العمل. وبخصوص سعر هذه السماعات، سيكون أيضا غير قليلا نظرا للإمكانيات الكثيرة والمتنوعة الموجودة بها، ويقدر السعر تقريبا 250 دولارا. آيفون 12. الجميع دائما في تلهف ليرى الجديد من الشركة الأمريكية أبل، لأنها دائما تصنع المختلف عن الآخرين. وقد أعلنت شركة أبل عن إطلاق الإصدار الجديد من الهاتف آيفون 12 وآيفون 12 برو خلال 2020، في الوقت الذي لا يزال الكثيرين يحاولون شراء آيفون 11، ولم تعلن الشركة عن مميزات الهاتف بشكل كبير. ولكن من الأمور التي أعلنتها أنه سيكون متوافق مع شبكات 5G، وحسب التصريحات فالكاميرا الخاصة بهذا الهاتف ستكون دقيقة بشكل كبير عن المتاح في الأسواق حاليا، بالإضافة لبعض الأمور الخاصة بالألعاب تجعله واقعيا أكثر. والمتوقع أن يكون سعر الهاتف مرتفع للغاية نظرا لما فيه من إمكانيات. وأعلنت الشركة أنه سوف يتم إطلاقه في الأسواق خلال شهر سبتمبر من هذا العام. الهواتف القابلة للطي. على جرار شركة أبل، تحاول الشركات الأخرى أن تكون الأفضل في سوق الهواتف المحمولة بإطلاق هاتف ذكي قابل للطي. ومن أشهر هذه الهواتف من إنتاج شركة هواوي وشركة سامسونج، وبالطبع ستكون مرتفعة الأسعار ولكن أقل من أسعار هواتف أبل. وبدون الدخول في تفاصيل الهاتفين هواوي مايت إكس جالاكسي جولد القابلين للطي، فإنه بإيجاز يمكنك أن تحصل على هاتف وتأبلت جهازا لوحيا في آن واحد. وبالرغم أن هذه المنتجات وصلت لبعض الدول، ولكن خلال هذا العام ستصل لكل دول العالم وبالأخص دول أمريكا اللاتينية، ويصل سعر الجالاكسي جولد إلى 1000 دولار، بينما الهاتف هواوي 2600 دولار، في الوقت الذي لا زال البعض يستخدم أجهزة نوكيا القديمة مع لعبة الثعبان. إكس بوكس إكس. أخيرا وبعد طول انتظار، في خريف عام 2020 سيتم إطلاق الجيل الجديد من أجهزة الألعاب إكس بوكس من خلال شركة مايكروسوفت. وكان هناك خلاف على اسم هذا الجهاز، وفي البداية وضعوا اسم سكارلين، ولكن تم الاستقرار ليكون الاسم الأخير إكس بوكس 6. البعض كان يفضل سكارلين. وقال الرئيس سبنسر صاحب العلامة التجارية إكس بوكس أن الاسم معبر أكثر عن جيل جديد من الأجهزة، لأنه سيكون أقوى 4 مرات عن أي جهاز إكس بوكس سابق، بالإضافة إلى كثير من التكنولوجيا التي تم إضافتها لتجعل اللعب واقعيا بشكل
بشكل لا يصدق. وجهاز التحكم به الكثير من المميزات الجديدة التي تجعلك تتحكم أكثر من أي جهاز كمبيوتر، والجميع في انتظار التفاصيل الجديدة الموجودة في ألعاب المغامرة وكذلك ألعاب كرة القدم وما فيها من واقعية. وبالطبع الجميع يرغب في الحصول على واحد من هذا الجهاز. بلايستيشن 5. على عكس اكس بوكس المعروف عن جهاز بلايستيشن 5 المقرر إطلاقه خلال هذا العام، هو قليل جدا ولم يتم الإعلان عن أي اختلاف سوى الشعار الخاص بالجهاز. وقرر مصممي الجهاز الاحتفاظ بالأسرار إلى حين خروج الجهاز للأسواق. ورغم أن هناك الكثير من الشائعات حول هذا الجهاز، والجديد به مثلا نظام الصدمة المزدوج الذي يعمل به جهاز التحكم، ولكن أغلب المتابعين يتوقعون أن يكون مشابها لجهاز الأكس بوكس 6. ولكن يجب علينا الانتظار حتى شهر ديسمبر حيث سيتم إطلاق الجهاز. Alienware Concept UFO Alienware. في الحقيقة أن آخر جهازين تم إنتاجهم من شركة نينتندو لم يكونوا في منافسة حقيقية لأجهزة الألعاب في السوق العالمية، ولذلك يتوقع الكثيرون أنه يتم الاستثمار في هذا الجهاز بشكل قوي. ولذلك قررت أن تقدم بعض الخصائص الجديدة التي تجعلها مرة أخرى في المنافسة. فجهاز التحكم لهذا الجهاز من الجيل التاسع، والذي يمكن اللاعب من السيطرة والاستمتاع بشكل كبير عن سابقه، والتنوع الموجود بالألعاب واستخدام ويندوز كنظام تشغيل، بالإضافة إلى المؤثرات الواقعية التي تم إضافتها للألعاب. والبعض يرى أن هذا يجعلها مشابهة للإكس بوكس وليس هناك أمر جديد. ولكن شركة نينتندو أضافت إمكانية توصيل الجهاز لأي شاشة عرض والاستمتاع بأي طريقة تحبها. أما بخصوص السعر، يتوقع أن يتراوح الجهاز بين 600 إلى 1000 دولار، ولكن ليس هناك أمر مؤكد سواء من حيث تاريخ الإطلاق في الأسواق أو السعر بشكل دقيق. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي وضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات، وأيضا ليصلك كل ما هو جديد لدينا. وشكرا للمتابعة وإلى اللقاء.